اللهم لك الحمد أن بلغتنا رمضان. اللهم إن كانت هذه ليلة القدر فاكتب أسماءنا في هذه الليلة من السعداء، وافتح لنا فيها باب كل خير. اللهم ما قسمت في هذه الليلة المباركة من خير وصح وعافية وسلامة وسعة رزق، فاجعل لنا منه نصيبا. اللهم تغمدنا فيها بسابغ كرمك، واجعلنا فيها من أوليائك. اللهم لا تصرفنا من هذه الليلة إلا بذنب مغفور، وسعي مشكور، وعمل متقبل مبرور، وتجارة لا تبور، وشفاء لما في الصدور، وتوبة خالصة لوجهك الكريم. اللهم اجعلنا في هذه الليلة وأهلنا وذرياتنا من عتقائك من النار، واجعلنا ممن نظرت إليه فرحمته، وسمعت دعاءه فأجبته، وغفرت ذنبه وسترته، ومن كل ما سألك أعطيته، وارزقنا عملا صالحا يقربنا لرحمتك، ولسانا ذاكرا شاكرا لنعمتك، وثبتنا اللهم بالقول الثابت في الحياة الدنيا والآخرة. إلهنا، ربح الصائمون وفاز القائمون ونجى المخلصون، ونحن عبيدك المقصرون، فارحمنا برحمتك، وجد علينا بفضلك وإحسانك، واغفر لنا ولأمواتنا أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى اللهم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.